عدنا مشاهدينا. إذن كانت هذه بعض من الندوة الصحفية الحقيقة، لأنه ندوة كانت ثرية وكان فيها الكثير من الجوانب، وخاصة عكست أنه هناك جديد في هذه الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية. سيليذا، مسابقات جديدة يبدو لي، مسابقات جديدة وجوائز جديدة مرصودة، خاصة جائزة لينا بن مهني لحقوق الإنسان، الله يرحمها وينعمها. لينا الله يرحمها، عملنا جائزة الصباح اللي هو مش يساهم فيها بأما بتوزيع فيلم في الشرق الأوسط أو أعطاء جائزة مالية، ما زلنا ما قررناش، نفضلوا إحنا أن يقوم بتوزيع الفيلم، يعني وضيعة فلوس يأخذ الفيلم الفائز. خلينا نوضحوا الجائزة هذه، لأنه حديثة مستحدثة وأثرت بعض اللغط البارح في الندوة الصحفية، هي مبادرة، يعني مبادرة من هنا مش من عنده هو. يعني إحنا فكرنا يعني شي نجم يخدم السيد هذا، نجم يعمل استوديوهات في الحمامات وكل شيء، عنده 60 سنة يوزع في الأفلام العربية. هو وأبوه الصباح، أخوان الصباح، فدونك جي بونسي يعطينا جائزة سنوية ب 15,000 دينار 30,000 دينار، حكاية فارغة، أما يقوم بتوزيع الفيلم الفائز أو اللجنة إذا كان مش نعملوا جوري مختص بالحكاية هذه، ياخذ توزيعه في العالم العربي. مبادرة طيب. دونك مازلنا ما اخترناش لأنه مش متفقين إحنا مازلنا. طبعا ما حبيش ننفرد بالرأي ونقول نعملوا كل حاجة، لكن قاعدين خلال الأيام هذه باش نصحوا مع الكونفونسيون. فهو سيكرم، احنا فقط عملنا انه رحبنا به مش نكرموه كفاعل في الحال. اكيد فاعل، معناها عنده مكانته، فاعل اساسي زاد. دونك صدق صباحي il vient avec plaisir، وجاي معنا يعني بكل فرح، ما طلبش باش يعطي جائزه، سي با دو لا بروباغون، يعني الكلام اللي تقال البارح كان كلام غلط وكان ما احنا ما قلناش اي كلام، لانه ممكن ما ذكرناش هذايا، لكن اعتبروا انه الجائزه كانها مسقطه في الايام هذا فقط. لا مش مسقطه، هو بالعكس، يعني هذا اقتراح منا احنا، انه مشكله السينما التونسيه بالذات انها مش موزعه في الشرق الاوسط. هو انا نحب نحييك، لانه يعني انت استعملت الناس هذوما باش تمد بهم جسور للتعاون، جسور للتوزيع، جسور لوصول الفيلم التونسي الى المنطقه العربيه اكثر فاكثر. ومعانا توا شاكره ممثله، ومعانا ناديه اللي هي متوجه مؤخرا في مهرجان الاسكندريه. الف مبروك الجائزه. هكا ولا معناها بالنسبه لكم انتم، خلينا ناخذوا رايهم، انه تكون هناك جائزه مرصوده في ايام قرطاج السينمائيه لموزع افلام، انه يتكفل بتوزيع الفيلم الفائز في عربيا، يعني مازال هو ما تحسمش في الموضوع حتى يتحسم في الموضوع. لا لا، هو حتى الجائزه معناها موجوده داخله في الايام 32. كي تمشي فكره باهيه، معناتها ما تنجمش تكون فكره خايبه من بعد ما نعرفش شنو اللي تونون ابوتيسون، معناتها هل فما قضيه ولا ما فماش قضيه. معناتها ساعات يعملوا قضيه زاد جوج باش يحكيو، معناتها في هذا الاطار، في هذا الاطار. انا نتصور انها فكره باهيه الحقيقه، خاطر بالحق الفيلم التونسي في حاجه انه يتوزع في المنطقه العربيه، يعني في السوق العربيه. دونك تنجم دائما تحت مسمى يعني حاجز اللغه ونقفها اكزاكتومون. دونك ينجم يتراج بالفرنسيه يتوزع في منطقه معينه وكهو يقعد غادي فيه. فوالا، دونك تنجم تكون فكره باهيه واسم كبير. مقومات السينما التونسيه تكون زاده في، معناتها ما هو هذا شنو هو الفيلم الفائز واللي هي تعطيك تنافسيه. هو في اطار هذايا البعد العربي نرقاو زاده موضوع الافيش، موضوع معلقه المهرجان واللي عليها الفنانه هند صبري، لقطه من شريط صمت القصور للحيلة الرائعة مفيدة الثلاثي التي غادرتنا يعني مؤخرا. نقول بالضبط، هو السنة قررنا مش نعملوا نوع من أوماج المفيدة، كان بتي فيلم كيف مش يتعدى في سهرة الافتتاح، لكن ريت أنه مش أنا، لأن مش أنا صممت، عنا مصممين، عملنا
كونكور. الكونكور هذا فازت به. نحيوهم فريقكم وفريق بالضبط سيد مهدي مبكر خاصة. نحيوهم يعني زميلنا مهدي مبكر أي. فجاونا سبعة مشاريع تم الاختيار على الأفيش اللي فيها هند صبري. هذه أول حاجة. ثاني حاجة اللي برر هذا أنه فيلم صمت القصور تعدى في الرتبة الأولى على 100 فيلم عربي. هذه نقطة ثانية. توفيت السنة 2021. ثالث حاجة الجي سي سي 94 خذت هي التانيت الذهبي. هند صبري كذلك خذت التانيت. وهند انطلقت يعني من أيام قرطاج السينمائية. فالأشياء الكل تخلينا نمشي مع هاللافيش هذه. ووصلت التكريمات يعني دولية من أعلى طراز. بالضبط. فأنا ما نظرتش على أساس أنها تونسية أو أن سيلوماج أحسن فيلم أو من أحسن الأفلام التونسية اللي تعدت. أوماج الأكتريس كي شعلة وفانتاستيك وعندها بريزانس. مي الألوان خاصة نقدوا الألوان كل عام يقولون علاش الأسود وعلاش ديما مسودة لفيش والدنيا ظلام وما ثمش. هي هذا اللي بقى العام ناولا ايه توت لزاني. دونك انا فولي فير ان فيلم اون افيش مضيئة مشعة مزركشة اونام اونام با حاجة اخرى انا مسميها الحلوة الحمصية بور سموكي تو مي سي اون افيش ان توكا كي تيان لا روت. نادي بوستة تتمنى يوما ما تكون صورتك على معلقة أيام قرطاج السينمائية؟ ما خمت فيها الحقيقة ما نصورش اللي هند خمت فيها باديتو ولا فيش الريبريزنت تمثل هند قبل مش اليوم. فهمت معناتها حتى هي يمكن في دور كيف في علاقتها اي اما حتى هي نتصور علاقتها بالصوره هذه هي علاقه اكثر مربوطه بمفيده تليتي الله يرحمها وبفيلم صمت القصور وبدايتها بالفعل. فالحاجات هذو ما شكرا. انا نعرفك مثابره بتخدم وتخدم 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 ولا تكل ايه معناها نتخيلك تحلم اكيد اي ممثله والدوره هذه دوره الحلم احنا في دار الحلم قاعدين اي ممثله تحلم يعني حتى حد ما يعني الناس كل متفقين انه هند صبري بالحق سي اون تري كراند اكتريس واللي يعني اللي قالوا توا سيريدا ومفيده تليتلي وصمت القصور تو صافي كو تنجم تكون موجوده الافيش بقى تعجب ولا ما تعجبش هذيك كل واحد كيفاش يقراها وكل واحد يعني لي غوس ديسكوت با فهمت. كما قالت نيديا بتتخ حتى هند ما جتش لبالها مي صافي جيماجين صافي بليزير بيان سور باش تشوف روحها انه بلادها ديجا اوماج يعني بلادها تعمل لها اوماج بالطريقه هذه حاجه حلوه برشا متنجم كان تمس مش اوماج للهند اللي سي بلوس بور صمت القصور صمت القصور ومفيده لكن هند هي انطلاقتها كانت من صمت القصور انك ترصد لحظه جوست قاعده نعاود ناخذ في كلام سيري دالبهي شنو قال قال هو سيتانوماج المفيدة تليتلي والفيلم ومعناتها أن ندافع على فكرة أنه هي لافيش ما تقلقش معناتها مش قاعدة نقول لي لافيش تقلق قاعدة نقول لي لافيش ما تقلقش دون لسانس اللي هي الانكارنك الحاجات هذوك من الكل اللي هما ألفوا مفيدة تليتلي صمت القصور جي سي سي في 94 ولي دو تانيت اللي خذاهم صمت القصور افكتيفمون. نحلم لنحيا شنو الجديد الآخر من أحلام رضا البهي الذي نفذه وصعده في هذه الأيام يعني في الدورة 32 من الستينات ونتبع في الجي سي سي نطلعوا من القروار ما زلنا ما خديناش حتى الباك نسكنوا في وتيل في أنا والحبيب المسروقي في لا يرحمه لا يرحمه قبل المسرح نهج اليونان وتيل متروبول 7 دينارات الليلة أكيد نجمة وحيدة أو أقل لا نجمتين هاي بي مريح كنا نحلم أنه جي سي سي يعني نعديوك الأسبوع بمشاهدة الأفلام ومانجي دي ساندويتش في ابن خلدون مي جو سنتي كو التوانسه معناها محطوطين في الزون 2 ممثلين مخرجين فنيين فنانين في جي سي سي اون ايتي اوبسيرفاتور دونك اون ايتي با كونسيرني على طول ما كناش في وسط المعمل فسما توجور ريفولتي السنوات الاخيره كي نجي نحضر نشوف الافريكا يجي وقت الفطور يطلعوا الجماعه الاجانب الضيوف يطلعوا يفطروا
وقت التونسي اللي أصبح سواء ناقد سواء كان ممثل سواء كان ممثلة سواء كان فني يقعد يشرب القهوة لكاتريام ولا سانكيام كافيه ذيك يشرب فيها و يبادر كونسيدراسيون فماشي لهوة بيهم. فأهم حاجة قلت السناء أنا نعملها السناء من عمناه اللي احنا بدينا فيها أنه نستدعو دابور تو لزارتيست تونيزيا وخاصة المتواجدين في تونس أنه الساعة حكاية الفطور وحكاية العشوات يطلع معه وقاعد مع ضيف جاء وقت الفطور عنده تيكي يطلع يفطر إني با كيستيون دو فير سيت سيغريغاسيون فقط اللي عندهم أفلام فقط هم اللي يفطروا طبعا مش نحلوها ريستورانت كور هذيك ريستورانت كور مش للسبيل أكيد. ثاني حاجة اللي هي ركزت عليها وركزت عليها أنه ديما نعملوا تكريمات للمرضى واللي طلعوا في الروحة واللي ماتوا. أنا نحب قلت السنة ناس قاعدة تخدم أو خدمة سنوات علاش ما يكرمهاش المهرجان وتكرمها السينما التونسية. دونك جي بونسي على اون ليست كو جي بروبوزي مي كولابوراتور مرة أخرى مش اختياري وحدي مش نمت وقمت. فلما كل ما نذكر ثلاثة أربعة أسماء من ممثلات مثلا وفيهم اسم ثم نوع من الإجماع على شكل الرماح دونك لابد فعلا ممثلين كذلك ذكرت خمسة ستة رجال فالرحالي كذلك هذا هو البحر الرحالي البحر الرحالي يمكن لسول كابريس اللي دخلت فيه أنا عندي مخرج ما نعملوش نفس السينما اللي هو نصر الدين السهيلي مي جو تروف ان سينياست انسولون بارفوا لانسولون صرنا بزوان بحاجه لها فاخترته هو هذا اختياري الشخصي كمخرج لتشجيعه خارج اللعبات خارج الكلون خارج السينمائيين اللي كبروا في يعني في وضع مش لائق وكلول فلقيت انه شجاعته جرأته قباحته تستاهل انه يتكرم كمخرج تونسي. بالنسبة للفنيين كذلك ثم حسن التبي عنده 50 سنة و60 سنة وهو يجر في اللي شاريو سي نورمال كنكرمو دي تكنيسيان هاجر أبو حوالة نفس الشيء الله يرحمها أختها هندة كانت هي في القائمة الأولى قبل ما تتوفى كوم سكريبت يعني ناس بنات السينما التونسية وبانية دونك انا بونسي ا كريي سيت سيكسيون لا دو تكريم السينمائيين والفنيين والفنان طبعا التكنيسيان تمثل يعني شكل الرماح مش تمثل شكل الرماح مثل لي زاكتريس وجيل شكل الرماح اكيد شكل الرماح انت قمت عندك مجموعه من الافلام نذكروا اسنا عرفش نذكرهم بنت فاميليا نوري بوزيد رقصة الريح طيب لوحيشي مع حاتم بالرابح الله يرحمه الله يرحمه خرمة جيلاني السعدي شبابك الجنة فرس نعناع عندك حتى فيلم مازال مخرج مع محمد بكري فيلم عربي هذه التكريمات شكر رماح تنتظر باقي في دور البطولة أكيد. في دور عمرها يعني فسد لوغ نتاع السينما اكيد مثل هذا التكريم كي قالوا لك راك باش تتكرم ما ينجم يكون كان ساعه تكريم ما ينجم يكون كان يفرحني كما قال السيري ذا ماهوش في شخص هكا هاو يعني نمثل برشا ممثلات كيفي في عمري في الجينيراسيون تاعي اللي يخدموا لي شادين صحيح ولينا نقول فيغ دو لاغ توا في تونس سي ان اك دو ريزيستانس خاطر فما برشا ممثلات اللي هما سي دي كوميديان تخي تالونتيوز ونادية تعرف ما كملوش خاطر مهنتنا ياسر ياسر صعيبه دونك فريمون اذا كان تشد هكا وتشد صحيح على خاطر فريمون عندك حاجه من داخل تو فوا دونك بيان سور نفرح بيان سور انا قلت بوتيتخ بال لوماج هذا بوتيتخ بعد توزيع لو رول علاش لي سي حنا خير ان شاء الله سي تشون جينيراسيون سي تشون نو بيان سور بالحق مي سي تشون فيزيبيليتي سي بيان دتر في السيريموني ان شاء الله يا ربي دوفرتور مش مزيه بيان سور بالاجماع اي سورتو جو مي دي اي سورتو دو لا بار دي جي سي سي يعني ايام قرطاج سينمائيه ان غران فيستيفال كون هكا بيان سور ما نجم نكون كان فرحانه وطايره في السماء ونتمنى أتمنى إنه بعد نلقى روحي في دور في غول برانسيبال في فيلم إن شاء الله هو يوزع لك الصبي ويوزع لك الصبي
نادية تكريمات متاع مثلا ناس تقنيين وناس اللي خدموا في عالم السينما واللي بعد معناها خاصة كان راو هذوما الناس يقعدوا دائما في الكواليس يعرفهم كان اللي يخدم في الفيلم ونروهم أسماء في آخر الشريط اللي الناس تكون تبدأ تغادر في القاعة. تكريم مثلا هؤلاء الناس الممثلين اللي الممثلين هو الممثلين والتقنيين الممثلين ما كملت الجملة متاعي الممثلين عندهم برشا سنسيبيليتي للحاجة هذه هما أكثر عبيد يعرفوا قديش لتكنيسيان قديش عندهم أول حاجة وقع على شغلهم entre guillemets وعلى البارتيسيون متاعهم كيفاش يسربيوها وقتها يقولوا أكسيون ويعرفوا قديش هما معناتها ما نقولش ما همش مظلومين الحقيقة بقدرهم تكنيسياناتنا معناتها في البلاتويت وخارج البلاتويت إما نفرحوا على خاطر ناس ما تعرفش قديش مهم معناتها العمل هذايا العمل قديش يتعمل كان معناتها اون فامي اون ايكيب اون ميجيش معناتها بطريقة أخرى فهذا معناتها في السياق نتاع التكريمات عندهم فلوس في التكريمات ولا ما عندهم وبي لا ريكونيسونس مهمة ياسر فهم عندهم تانيت مانام ليه احنا عندنا جوايز نعرف لا 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 التكريمات على التكريمات على التكريمات راهو بالفلوس زاد السيدة راهو برشا مهم ياسر معناتها ان شاء الله في الدورات القادمه اي مثالش احنا نحظوا احنا اوني با اون تران دو كريتيكي مي اون دي كو سا في دو بيان سورتو بعد العام ونص هذوما بون تكنيسيان يخدموا اكثر شويه من الممثلين مي كون ميم انت فما معناتها بين قوسين سمينا حتى كلاندوي يعني كلاندوي الحكايه ما حبيتش كلمه تكريم خاطر التكريم كما قلت لك يمشيوا للناس تحسها فانت كارير وكل شيء اما معنا كلاندوي معناها راهي الناس موجوده On est là. Exactement. بالفعل. شنو آخر جديد؟ مسابقات جديدة، جوائز جديدة. والله كان ما كانش في سنين بروميس ما كانش موجودة مسابقة ولا ثم مسابقة دولية للأفلام تاع الشباب اللي قاعد سواء خرج من المدارس. مسابقة وفيها جوائز وكل. فيها جوائز وفيها فلوس وكل شيء. أكيد برشة جديد وبرشة. نحافظوا على درايفين. درايفين مهم جدا هو الناس في سياراتها وتبدا فما شاشه عملاقه ويتفرج بالضبط وين البلاصه في الساحه نتاع مدينه الثقافه في الباركينغ في مدينه الثقافه باركينغ معناتها الباركينغ الكبير مش فين ثم السيارات في الشارع الاخرى اللي هي مقابله شارع محمد الخامس تعملت ديجا في الدوره اللي فاتت اما فما نهار صبت الشتاء كنت صبت الشتاء فين لكن منظمة وفيها يرقوا ما ياكلوا يرقوا ما يشربوا هكا ولا حسب ثم ما ياكلوا ما يشربوا سوبر وحتى مش نجيبوا لهم اللبلابي كان يحبوا حتى من اللبلابي موجود خالك معناها الامور منظمه اي اهم حاجه البروتوكول الصحي والاستظهار بشهادة التلقيح والكل خاطر عم ناول الحمد لله هي تعديت في ظروف رغم ان الناس برشا قالوا ممكن معناها تصير مشاكل في الجي سي سي في الدورة 31 لكن الحمد لله تعديت سلامات توا تشترط توانسة تقريبا ملقحين لكن دائما نبقاو على حذر كبير لانه الكورونا والكوفيد 19 مازال موجود بيننا للاسف بالضبط يعني مش تكون الباس سانيتير هذايا مجبورين عليه الناس الكل الاجانب الضيوف كيما التوانسه والقاعات طيب عملنا مطلب الان باش القاعات تولي استيعاب نتاعها طاقه الاستيعاب قد ايه؟ توا 50 طالبين على الاقل 70% مادام يكون عندهم هذا اذا اللجنه الصحيه والعلميه يعني هم اللي قالوا لنا اكتبوا جواب واحنا مش ندرسوا عملنا معاهم اجتماع الاسبوع هذا خاطر هو تقريبا الناس كل باش تستظهر بالتلقيح نتاعها عند كي يجيو يدخلوا للمدينه الثقافه والقاعات السينما ارقام ضخمه الحقيقه نتاع الافلام ونتاع الغروب خاصه انا سنا السينما دو موند حاولنا باش نختاروا الافلام احسن ما ثم في العالم او ما احسن تعدى في المهرجان في فينيس في كان يعني اللي خذا الجائزه الاولى نتاع كان هو اللي فيلم اثار لغط كبير هو في كان يكون معنا الفيلم نتاع الاسد الذهبي نتاع فينيس باش يكون معنا يعني افلام جيده جدا افلام من السويد افلام من امريكا اللاتينيه يعني السينما دي مون سيت اني سي فريمون انكوراجي فما عملنا اسبوع السينما البلجيكيه كانوا قبل يعملوا ركن اسمه فوكس في اربعه ثلاثه بلدان وكل بلاد تجيب اربعه ما تهميش الفارق قلنا لا نختاروا ان سول بيي
دورة. اخترنا سينما البلج ستنة. السينما البلج رغم البلاد أنها صغيرة لكن تعرف السينما قوية ومهمة جدا في أوروبا. فإن شاء الله أنتوكا عملنا الأسبوع السينما الليبية في شباب حد ما يعرف أنه فما برشا ليبيين اللي عايش في أفريقيا في جنوب أفريقيا اللي عايش في لندن اللي عايش في تونس يعملوا في أفلام طيارة يعني أفلام قصيرة ومتوسطة وثائقية. فحبينا نعملوا أن بتي تكليراج للسينما الليبية خاصة بلاد يعني منكوبة أو عايشة في ضيق من سنوات أكيد 10 سنوات تقريبا. فعملنا زاد هالالتفاتة للسينما يعني هو أنكور أون فوا هذا دورنا أنه أما أون باس حاجة المعرفة للجيل اللي بعد أو نعطيه إكليراج على حاجة موجودة والناس مش شايفتها ومش حاسة بها. معناه نواصلوا دائما أيام قرطاج السينمائية تبقى في إطار هذا البعد والعمق العربي الإفريقي والعربي وكذلك هذه المقاربة شمال جنوب هكا ولا يا سيدي؟ السينما الإفريقية الخطاب يعني السينما الإفريقية هي ضرت السنوات الأخيرة وخاصة العامين الأخرين من الكورونا يعني كان صعيب إنتاج حصول على أفلام جيدة. لكن مش نبدأ مثلا الافتتاح بفيلم اللي تعدى تاع هارون في كان مهم جدا دونك الأفلام الجيدة كذلك بالفعل واضح. شكرا رماح نقدموا لك هذه الإطلالة